النهارده هنجرب كل اطعمه موسي. في موجه حر بقالها عندنا اسبوعين مش راضيه تخلص تقريبا، ودايما لما بعدي على اي كشك في الجو الحر ده بيبقى عاوز تشرب حاجه كده تكسر لك الجو ده. فانا السنه دي بصراحه دايما بروح لموسي، يعني شكل الازازه بيبقى حلو وهي مشبره كده. موسي ده كان بينزل في الخليج من زمان جدا، وكان بينزل عندنا مستورد هنا في مصر، بس الحمد لله في شخص ما قرر ان هو يستثمر فيه ويصنعه في مصر ونزل منه 8 اطعمه. خلينا نعمل 8 لايك وشير، وخلينا نبدا باول طعم معانا. ده اول طعم اللي هو الكلاسيك العادي والساده، مشروب الشعير. لما نزل مصر نزل ب 12 جنيه، فهو كاتب هنا حتى عليه 12 جنيه. هو اصلا موسي كان ب 10 12 زمان قبل قصه الاسعار دي، بس بعد كده تقريبا كسر ال 20 25. حاليا ما بشوفش المستورد، بنشوف ده ب 12 جنيه. ده 275 مللي، وده اللي بكلمكم عليه بقى. بصوا شكل الازازه بيبقى مشبر كده في الثلاجه. هو اللي ما يعرفش موسي ده اصلا مشروب شعير، اللي هي تجربه سيئه مع الشعير اصلا الساده. شابوه ازاي ده؟ مر كده بس ده مختلف مثلا عن البريل. هو الرغوه اللي فيه طعمها مش مر، يعني هو في سنه مراره في الاخر، طعمه عشان ساقع ومنفصل عن الرغوه مش مر قوي زي البريل. الشعير لوحده انا مش هعلق عليه كتير لان انا ماليش فيه بصراحه، انا بحب الشعير اللي بطعم فاكهه. طعم ايه ده؟ ده تاني طعم واول طعم فواكه، نكهه التوت المثلج. واو حلو اللون ده. اوكي توت ازرق، ريحته كمان حلوه، جامد قوي ده. هنا ما بتحسش بطعم الشعير خالص، بس بطعم التوت، بتحس بطعم حاجه منعشه كده في الحر ده. فنكهه التوت المتلج دي بصراحه جامده جدا. في بقى طعم تاني في طعم تاني اللي هو التوت الاحمر. ايه الفرق بقى بينه وبين التوت المتلج؟ هو كل المشروبات متلجه. ده توت برضو بس توت احمر، شبه الفيمتو كده شويه، نفس الريحه تقريبا. مش حاسس بأي طعم للشعير، حاسس إن طعمه عامل زي الفيمتو بالظبط، 99% منه طعمه فيمتو. طعم كمان من هنا، ده بطعم الفراولة. الفراولة تمام. لونه عامل زي لون التوت برضه، لونه يعني كوبي بيست التوت. هو في طعم فراولة بس في الأفتر تيست بتاعه، يعني بعد ما بتبلع كده تحس إن في سنة فراولة، فطعم الفراولة فيه نص نص. حلو بس حاسه عادي شوية. ده بطعم الليمون نعناع. وفي شركات كتير في مصر بتعمل الطعم ده، في فروتس وفي فروتوريا وفي في شويبس وفي سيفن اب. حس لونه لون شعير عادي ما فيهوش اي اضافات، مش حاسه قوي. حاسس فيه بطعم سيرب النعناع ده اكتر منه ليمون نعناع، حاسس بطعم ليمون حتى. هو منعش اه كل حاجه، بس مش الليمون نعناع مثلا زي فروتس كده اللي هو ايه الدماغ دي؟ ادي شويه كمان طعم النعناع اللي فيه مش حلو قوي، يعني تحسه مر كده سنه بسيطه. الطعم اللي بعد كده بطعم الرمان. الرمان اكيد هيطلع لونه احمر. شبه برضه لون التوت ولون الفراوله. لذيذ ده. في حاجات بطعم الرمان كده بتشربها بتحس فيها بمزازه، ده لا ده طعمه سموز كده جدا، تحس ان هو رمان مسكر، تحس رمان على توت، كمان بتحسه بيديك انتعاشه كده في دماغك. حلو طعم الرمان ده، دي نادرا لما بلاقي حاجه فيها طعم رمان مظبوط كده، عادة بيخيش شوية يعني بتشربه بس بيبقى عارف انت عارف ان هو مش رمان، بس ده حلو. هو كده فاضل كام واحدة؟ الطعم اللي بعد كده بطعم التفاح. هو تفاح ماشي، أتوقع إن لونه لون عصير تفاح عادي. بس في سنة مزازة كده في الآخر. هو حلو وجميل وكل حاجة بس مش مختلف عن أي مشروب شعير بالتفاح من شركات تانية. ده آخر طعم معانا بطعم الخوخ. برضه الخوخ من الأطعمة اللي نازلة بقالها كتير هنا في مصر من شركات تانية. مختلف شوية. طعم الخوخ هنا بتحسه طعم خوخ طبيعي، ودي حاجة أنا أول مرة بصراحة أدوقها في مشروب أصلا عامة. حلو الخوخ بس طعمه تقيل، يعني هو جايب لك طعم الخوخ بنسبة 90%، تحس إن هو تقيل في بقك، لذيذ لو أنت بتحب الأطعمة المسكرة. دول كده الثمان أطعمة بتوع موسى، اسمها موسي يا جدعان مش موسى، عشان أنا في فيديو عملته من سنتين قعدت أقول موسى موسى موسى. العالم حلو، بس لو هرتبهم لك من وجهة نظري الشخصية، أول واحد عجبني بصراحة هو نكهة التوت المتلج دي، بعد كده ممكن نحط طعم الرمان، خلينا نحط التوت الأحمر، وبعد كده الفراولة. خوخ، التفاح، الليمون نعناع، واخر واحد هيبقى الشعير نفسه. يعني عاده انا ما بحبش الشعير، بيبقى طعمه مر كده شويه. ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك وشير، لو حابب تشتري حاجه من على نون دخل البرومو كود دي هتاخد خصم توصيل مجاني لحد باب بيتك. شكرا جدا ليكم، سلام.